معاكم دكتورة رانيا السيد عبد الرحيم، استشاري العلاج الطبيعي بالأسرة العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن الفروزن شولدر أو الكتف المتجمد، أو بنسميه التيبس مفصل الكتف. تيبس مفصل الكتف أو الكتف المتجمد من المشاكل اللي مشهورة جدا، بتيجي لوحدها ممكن من غير سبب، بتيجي مع حالات الشلل النصفي، بتيجي مع مرضى السكر، من المشاكل اللي بنشوفها مع حالات كتيرة جدا ومتكررة. التيبس مفصل الكتف، المشكلة ان الكتف بيبقى متيبس وبيبقى مفيش مجال خالص للحركة. بنستخدم معهم وسائل كتيرة جدا بتحسن الحركة في مفصل الكتف، زي بنعمل حاجة اسمها موبيلايزيشن، نحرك مفصل الكتف في اتجاهات معينة. طبعا الحركة زي ما احنا شايفين بصعوبة شوية، لان الكتف بيبقى فعلا في تيبس جامد، و من الحاجات اللي جايبه نتيجه هايله جدا ان احنا بنحقن مواد. يعني في مواد معينه بتبقى مهمه قوي في الحاجات اللي فيها ترسب للكالسيوم او تيبس، او حاجه اسمها كبسولايتس، التهاب في حاجه اسمها الكبسول جوه المفصل. الكتف بيبقى احنا بنحط ماده زي ما قلنا ان هي بتشيل الترسبات اللي بتبقى على المفصل، وبتسهل ايه يونت الحركة في المفصل ده. نحط المادة دي زي ما احنا شايفين، ونحط الجهاز على مفصل الكتف بالطريقة دي. ده جهاز على فكرة أمريكي، يعني كتير جميل جدا، بنوصل الأدوية من غير ما نحط حقنة في المفصل، ومن غير ما نعرض العيان لكورتيزون، ومن غير ما ندي العيان، لأن الكورتيزون يعتبر علاج مؤقت. يعني بصراحة من العلاجات الهائلة جدا، نتائجه قليلة، النتيجة بتبان في 3 جلسات، من 3 جلسات ل6 جلسات، نتائج هائلة هائلة هائلة. ومن الحاجات بصراحة اللي جابت تأثير حلو في علاج المشكلة دي، بنبدأ بقى الجلسة اللي بعدها. بنعمل السناكين، ده جهاز ألماني. ده جهاز ألماني اكتشف عالم روسي، ده بيحاكي نفس التيار اللي ماشي اللي بيوصل نبضات الألم في الجسم. بصراحة بيعمل حاجة اسمها نيرف بلوك، بتمنع رسالة الألم من غير بقى ما ادينا كورتيزون ولا ادينا حقنة جوه المفصل، عمل تيبس ولا تأثير مؤقت ولا كل الجزء ده كله، لا عملنا نيرف بلوك، قفلنا أصلا انه الألم يوصل. في بيزك، برنامج اسمه البيزك، ده من البرامج اللي هي بتزود الدورة الدموية في المكان. في برنامج تاني اسمه سيديشن، ده عشان تسكين الألم. اكتيفيشن بيمر بمرحلة تنبيه عضلات معينة وارتخاء في عضلة تانية. هارمونايزيشن ده بينظم العمل بين الخلايا. وريلاكسيشن بيريلاكس الايه الماسلز اللي فيها ايه كونتراكشنز، او العضلات اللي فيها تشنج او تقلص عضلي. بنبدأ نشغل البرنامج وبنبدأ نعمل ايه، بنبدأ نشغله على العيان في المنزل ده. الجلسة بتبقى يعني وقته بيبقى في حدود 3 دقايق للمنطقة الواحدة، من 3 دقايق للنقطة اللي احنا شغالين فيها لحد ما نخلص بقية المكان كله، يعني نقدر على كل نقطة 3 دقايق. ما شاء الله ما شاء الله، الميزه فيه انه تاثيره وقتي، يعني بنشوف التاثير مع جلسه التأيين مع تاثير السناكين ده في نفس الوقت. يعني بصراحه من الحاجات برضو الاثنين مع بعض لما بنعملهم مع بقيه برنامج العلاج الطبيعي في المشكله دي بيبقى النتائج عاليه، وبتبقى وقتها قليل. زي ما قلنا لو التيبس في اوله في جريد 1 اول مرحله بيبقى 3 جلسات، لو في المرحله الثانيه بنعمل 6 جلسات، لو في المرحلة الثالثة والرابعة غالبا بنكملهم بيبقوا 12 جلسة. ده بالنسبة لتيبس مفصل الكتف. يا رب نكون فدناكم في حلقة النهاردة عن علاج تيبس مفصل الكتف.